بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق، باب: إذا أسلم أحد الأبوين لمن يكون الولد. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أنبأنا عيسى، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، أخبرني أبي رحمهم الله عن جدي رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه. وقال رافع: ابنتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقعد ناحية. وقال لها: أقعدي ناحية. وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: أدعواها. فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها. فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. تقدم معنا أيها الإخوة في الدروس الماضية أحكام تتعلق بالنكاح من لواحق كتاب النكاح وكتاب الطلاق، وكان من ضمن هذه الأشياء الفرق التي تقع في النكاح غير الطلاق، الفرق التي تقع في النكاح غير الطلاق. وقلنا إن منها إسلام أحد الزوجين، ومنها عتق أحد الزوجين بأن يكون أحدهما، بأن يكون الزوج رقيقاً والمرأة حرة، أن تكتسب الحرية فتصبح حرة، فإن لها الخيار في ذلك أن تبقى معه أو أن تفارقه. قد تقدمت معنا قصة بريرة رضي الله تعالى عنها وزوجها مغيث رضي الله تعالى عنه. ومن الفرق أيضا الخلع، وقد تقدم معنا بيانه والأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله فيه، وأنه من فرق النكاح الخلع هو أن تفتدي المرأة نفسها بمال فيقع الفسخ، لكن تكون هي التي سعت إلى هذا الأمر. من الأمور التي تتعلق بقضية فرقة النكاح بسبب إسلام أحد الزوجين تبعية الولد، لمن يكون الولد هذا الطفل الصغير. نحن مضى معنا أن الحضانة تكون للأم، لكن إذا كانت الأم غير مسلمة والأب مسلما فلمن تكون الحضانة؟ لا شك أن الطفل الصغير يقبل على أمه أكثر مما يقبل على أبيه، نظرا لكون الأم هي التي تلي حمله ورعايته وإطعامه، والنظر في شؤونه أكثر من الأب، فلذلك دائما يتعلق بها أكثر. وهذه القصة التي وقعت فيها أن أحد الزوجين وهو الأم لم تكن كذلك،
والأب هو المسلم، فجاء يشكوان إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة تشكو حال زوجها الذي طلقها وأنه يريد أن يأخذ ابنتها، والرجل يريد ابنته، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقعد كل منهما في ناحية، جعل المرأة في ناحية وجعل الرجل في ناحية، ثم جلس النبي عليه الصلاة والسلام وأجلس الطفلة في حجره، ثم قال ادعواها، يعني أمر المرأة أن تناديها وأمر الأب أن يناديها. فلما صنع ذلك مالت الطفلة إلى أمها بحكم التربية، بحكم العلاقة بين الطفل وأمه، الإرضاع والحمل والسهر والرعاية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها. كأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا جعل ميل الطفلة في هذه السن علامة على من هو الأحق بالرعاية، من هو الأحق بالحضانة، من هو أحق بتبعية الابن. العلماء عندهم قاعدة يقولون إن الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما والآخر غير مسلم، يقولون إن الطفل أو الابن يتبع خيرهما دينا، ما قالوا يتبع الأب ولا قالوا يتبع الأم، يتبع من كان منهما هو صاحب الدين. والمقصود بالدين هنا عندنا الدين الإسلامي، وإلا فلو كانت الأم نصرانية أو يهودية فإنها صاحب الدين، وإن كان هذا الدين في نظرنا بوضعه الآن دين باطل لكنه دين، لكن قال يتبع خيرهما دينا، وخيرهما دينا هو الأب إذا كان مسلما أو الأم إذا كانت مسلمة. ففي هذه الحال تكون التبعية في مثل هذا الحال للمسلم منهما، إن كان هو الأب وإن كان هو الأم. هذه كلها من النبي عليه الصلاة والسلام، هي وما سبقها من أحكام الحضانة كلها تدل على تفصيل هذه الأحكام التي يجب أن يعلمها المسلمون. وقد سبق أن امرأة جاءت تشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن لها ابنا ربته وتعبت عليه، فلما كبر وسقاها الماء من البئر، يعني استطاع أن يصل إلى مرحلة من الرشد والوعي والنفع أنه يحضر لها الماء من البئر، ماء السقي على قدر استطاعته، تقول فطلقها زوجها ويريد أن يأخذ ابنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل لها الحضانة. في بعض الروايات أيضا إذا كان الابن ذكرا وبلغ سن التمييز يخير بين أبيه وبين أمه، فمن اختار منهما فإنه تكون الحضانة له. لكن هنا إذا كان أحد الأبوين مسلما والآخر غير مسلم فإن تبعية الابن تكون للمسلم منهما، للمسلم سواء كان الأب أو الأم، لأن الدين الإسلامي يعلو ولا يعلى عليه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فمن هنا المسألة هذه ليس فيها تخير، المسألة هذه فيها حكم ثابت، هو أن الابن إذا ولد بين أبوين أحدهما مسلم والآخر غير مسلم أنه لا بد أن يكون مع أبيه المسلم، وهذا ما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام، فهدى الله هذا الطفل إلى أن يكون مع أبيه المسلم. باب في اللعان. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب رحمهم الله
أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن عويمر بن أشقر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال له: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا، فاذهب فأت بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. هذا الحديث يبين أيها الإخوة مسألة عظيمة ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة النور، وهي قضية اللعان. واللعان هذا لا يكون إلا بين زوجين. اللعان هو أيمان مقترنة باللعن للحالف إن كذب، تكون من الرجل وتكون من المرأة. متى يكون هذا اللعان؟ متى تكون هذه الأيمان؟ تكون إذا خلى الأمر عن اعتراف، إقرار أن تقر المرأة بالزنا والعياذ بالله، أو خلى عن شهود، لا يوجد شهود يشهدون بهذا، ولكن الزوج يشكو أو يرفع أو يدعي بهذا الأمر. ماذا نصنع؟ نقيم عليه حد القذف كما نقيمه على غيره ممن يتهم امرأة مسلمة بهذه الفاحشة، أم ماذا نصنع؟ الله سبحانه وتعالى إظهارا منه لأهمية عقد النكاح وتعظيما لشأن الزواج والعلاقة بين الرجل والمرأة، لم يجعل هذا الاتهام من الرجل المتزوج لزوجه في مقام اتهام إنسان أجنبي، لكن جعل له حكما خاصا، هو الذي يسميه العلماء اللعان. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. 3 عقوبات والعياذ بالله لمن يقذف غيره بجريمة الزنا. قال: إلا الذين تابوا. ولكن الله سبحانه وتعالى أردف هذا ببيان حكم قذف الرجل امرأته، لأن هذا قد يرد على ذهن الإنسان يقول: وماذا لو أن الرجل قذف امرأته بالزنا، هل يحد
كما يحد القاذف الأجنبي أم ماذا؟ الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذا في حق الرجل إذا أراد أن يتخلص من حكم القذف، فليس أمامه إلا أن يشهد هذه الشهادات، إذا لم يوجد من يشهد بهذه الجريمة أن يلاعن بهذا بهذه الصيغة. ثم بعد ذلك المرأة إما أن تقر وتعترف فيقام عليها الحد، وإما أنها تنكر فتحلف أيمانا أخرى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله، تحلف إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا في جانب المرأة تحلف بهذه الأيمان، فإذا حصل هذا الأمر حصلت الفرقة، يعني اللعان هنا موجب للتفريق بين الزوجين، ما عادت تصلح له ولا عاد يصلح لها ما دام الأمر قد وصل إلى هذه المثابة، إلى الاتهام بالفاحشة. إن أمسكها فهذا نقص في خلقه وفي مكانته، وإن لم يقم عليها الحد ولم تعترف وهو ممسك لها أيضا قال الناس إنه كاذب عليها. فالرجل هنا بين نارين، إما أن يرجع عن إقراره فيحد حد القذف، وإما أن يدرأ عن نفسه هذه التهمة بأن يحلف هذه الأيمان، والمرأة كذلك إما أن تقر وإما أن تحلف هذه الأيمان بكذبه. ثم الله سبحانه وتعالى قال في الرجل أن 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، لكن في المرأة قال والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، يعني التغليظ في جانب المرأة أكثر، لأن المرأة في مثل هذه الأحوال هي السبب الذي يقود إلى مثل هذه الفاحشة والعياذ بالله. هذه القصة التي ذكرت في كتاب الله، الحكم الذي ذكر في كتاب الله، ابتلي به أحد المسلمين عويمر العجلاني رضي الله تعالى عنه، فجاء إلى بعض أقاربه يشكو إليه هذا الأمر، يسأله ماذا يصنع من وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم ماذا يصنع؟ وطلب إليه أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله، فذهب عاصم رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله، فكره النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسألة، هذا السؤال كرهه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في هذا أمراً، لأن أمراً عظيماً يترتب على مثل هذا السؤال، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد منه ألا يذكر شيئاً من هذا، على حد قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. فكره النبي عليه الصلاة والسلام سؤال عاصم وكأنه عنفه، فعاد عاصم وجاءه عويمر فسأله فأخبره بما حصل منه مع النبي عليه الصلاة والسلام وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وتكدر عاصم وتمنى أنه لم يكن
قد ذهب ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فالرجل أصر وقال لابد أن أذهب أنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام بين أصحابه، فأخبره، سأله، فاستوقفه النبي عليه الصلاة والسلام، أنه علم أن القضية ليست من باب المسألة العابرة، أنها جد وأنها أمر قد وقع لا بد من بيان حكمه. قال إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآنا، وهو الآيات التي تلوناها عليكم في أول سورة النور. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل للمرأة وجاء به، فحلف كل منهما الأيمان المتعلقة به، المقترنة باللعن في حق الرجل والمقترنة بالغضب في حق المرأة، خمسة أيمان والعياذ بالله تهتز لها الجبال. فلما تلاعنا أراد أن يبرئ ساحته وأن يخرج من هذا الأمر بالكلية، وهو يظن أن النكاح لا زال باقيا. قال يا رسول الله كذبت عليها إن كنت أمسكتها. فطلقها ثلاثا في المجلس. عند بعض العلماء المسألة ليست بحاجة إلى تطليق، بمجرد التلاعن تحصل الفرقة، لأنه لا يمكن أن تبقى حياة زوجية مستقرة مثمرة في ظل هذا التلاعن، لا يمكن. كيف يمكن أن تبقى المرأة مع زوجها بعد هذا الاتهام البليغ وبعد هذه الأيمان؟ وهذه لا تكون سرا، هذه لا تكون إلا بمحضر من المسلمين، يعني الأمر فيه فضح لما جرى وما حصل. وقد يكون الرجل كاذبا وقد تكون المرأة كاذبة، فالكاذب منهما يتحمل إثمه ويستحق العقوبة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. قال ففرق بينهما النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما بمقتضى اللعان، ولا تحتاج المسألة إلى طلاق من الرجل، لكن الرجل جرى على ما كان المعهود وهو يظن أن العصمة لا زالت باقية، والحقيقة أن العصمة تنتهي بهذا التلاعن والعياذ بالله، ولكنه حكم شرعي الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه. وهذه الحادثة هي السبب التي نزل القرآن مبينا لحكم اللعان فيها. نعم. حدثنا عبد العزيز بن يحيى، حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق، حدثني عباس بن سهل رحمهم الله عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاصم بن عدي: أمسك المرأة عندك حتى تلد. وحدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب رحمهم الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: حضرت لعانهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة. وساق الحديث قال فيه: ثم خرجت حاملة فكان الولد يدعى إلى أمه. حدثنا محمد بن جعفر الوركاني، أنبأنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري رحمهم الله عن سهل بن سعد في خبر المتلاعنين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروه أبصروها، فإن جاءت به أدعج العينين عظيم الإليتين فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أحيمرة كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا. قال: فجاءت به على النعت المكروه. حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري رحمهم الله عن سهل بن سعد الساعدي بهذا الخبر قال: فكان يدعى الولد لأمه. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، أخبرنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن ابن شهاب رحمهم الله عن سهل بن سعد في هذا الخبر قال:
فطلقها 3 تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة. قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. نعم، هذه الأحاديث تتعلق بالقصة الأولى، قصة اللعان، لكن فيها أحكام عديدة. منها أن هذه المرأة كانت حاملة، كان بها حمل، والرجل هنا لاعن، ذكر أن امرأته زنت والعياذ بالله، فلاعن هو ولاعنت هي. فلما كان بها حمل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها حامل، أمر عاصم رضي الله تعالى عنه أن يمسكها، لأنه كان مقدما في قومه وكان قريبا منه، حتى تضع، لأن هذا الحمل لا جناية له، لا ذنب له، هذا مجني عليه والعياذ بالله. هذا الحمل الذي يحصل من الزنا مجني عليه، وهو قتل معنوي، قتل معنوي لهذه النفس التي ستخرج إلى الحياة وهي منقوصة في أعين الناس، أنه ليس له أب، لا يعرف له أب، وقد يتهم بأنه ابن زنا والعياذ بالله. وهذا كله يلحق به النقص والغضاضة، هو لا ذنب له، الذنب على من جنى عليه. ولهذا نعلم تحريم الإسلام للجناية على النفس الإنسانية وتكريم الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ولقد كرمنا بني آدم. هذا آدمي خلقه الله سبحانه وتعالى، فلا تجوز الجناية عليه بقتله أو تضييعه أو بيعه، لا يجوز هذا الأمر. فكانت عند عاصم حتى ولدت، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث سهل الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: انظروا هذا الصبي إذا ولدته، فإن جاءت به أدعج العينين، لأن الرجل عويمر العجلاني رضي الله تعالى عنه اتهمها برجل معين معروف، لكن ليست هناك بينة تدل على ثبوت هذا الجرم منه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروه هذا الحمل، فإن جاءت به أدعج العينين عظيم الإليتين، وفي رواية سابغ الإليتين، وفي رواية خدلج الساقين، يعني ساقاه متينتان مدمجتان، فهو لمن رمي به، هو ابن من رماه زوج المرأة به. وإن جاءت به أحيمر، شكله كأنه وحر، هذه الدويبة التي تتسلق الأشجار، قال فهو لأبيه، فهو لعويمر، هذا شكل عويمر رضي الله تعالى عنه. فجاءت به المرأة على وصف الوصف الأول، على الوصف الأول. متى جاءت به؟ بعد أن حصل اللعان، انتهى الحكم الشرعي في هذا الآن، بعد أن حصل اللعان، فجاءت به على الوصف الأول، فأبلغ النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. في الحديث الآخر النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا الأيمان لكان لي معها شأن، الأيمان التي حلفتها، انتهى الأمر بهذا. وهذا يدلنا أيها الإخوة على قضية عظيمة في بيان تطبيق أحكام الشرع وفي بيان أحكام القضاء. الأمور مبنية على الظاهر، والله يتولى السرائر. الظاهر الآن أن الرجل تبرأ من هذا الطفل وأنه ليس ابنا له،
وأن المرأة أقسمت أنها أنه كاذب فيما ادعى به. إذن انتهت العلاقة بين الرجل والمرأة، لكن هذا الطفل لا يلحق بأبيه الذي نفاه، نفاه أبوه لا يلحق به. ثم ماذا بعد ذلك؟ نحن عندنا هذا الحكم، طبقنا الحكم بالملاعنة بين الزوجين، هذا حلف الزوج وحلفت المرأة، فانتهى الأمر، بقي هذا الطفل لا يلحق بأبيه. إذن كيف، ماذا نصنع به؟ يلحق بأمه، يقال ابن فلانة، ابن فاطمة، ابن صالحة، ابن كذا، يلحق بأمه ولا يلحق بأبيه، لأن أباه قد تبرأ منه. ثم هذه العلامات التي تظهر ليست موجبة لنقض الحكم الشرعي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. الله أمر إذا حصل هذا الاتهام بين الزوجين أن تكون هناك ملاعنة، حصلت الملاعنة انتهى الأمر، هذا هو الظاهر الذي أمامنا، هذا هو الشيء الذي نستطيعه. وقد كان ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام في حوادث أخرى، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، فأقضي له على نحو مما أسمع. إنسان عنده قدرة على سبك الكلام وترتيب العبارات، فيظهر من الكلام الذي يسمعه الناس أنه هو المظلوم أو أنه صاحب الحق والآخر ضعيف. قال: ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف، وهو المعلم وهو الإمام، يبين للناس أحكام الله سبحانه وتعالى، ليس له إلا الظاهر، ليس له إلا الظاهر، ولا يقضي القاضي بعلمه، إنما يقضي بناء على دلائل ظاهرة واضحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى بناء على هذه الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى، ثم تبين بعد ذلك ما يدل على أن المرأة كانت كاذبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتابع هذا الأمر، انتهى الأمر بالأيمان، انتهى الأمر بالأيمان. ولا يمكن أن يكون اتهام مثل هذا الاتهام، مثل هذا الاتهام، إلا وأحد الزوجين كاذب والعياذ بالله. قد يكون الزوج جنى على المرأة واتهمها بالباطل، وقد تكون المرأة هي التي أسرفت على نفسها وفعلت هذه الفعلة النكراء القبيحة، فأرادت ألا تظهر بأنها زانية وأنها مجرمة وأن تلحق العار بنفسها وبأهلها، فارتكبت هذا الشطط، ارتكبت هذا الشطط. وهذا الإنسان الذي يفعل هذا عقابه عند الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نتكلم في أحكام الدنيا، أحكام الدنيا هي الملاعنة. حتى ولو تبين بعض ذلك أو ظهرت بعض القرائن تدل على كذب أحدهما. نعم. حدثنا مسدد. نعم. هنالك أيضا يعني غير تبعية الولد، قلنا إنه تحصل الفرقة والولد لا يلحق بأبيه وإنما يلحق بأمه، وهنالك مسألة أخرى هي أن هذه فرقة حصلت بين الزوجين، هل يمكن أن تعود المياه كما يقولون إلى مجاريها وأن يصطلح على العود إلى بعضهما مرة أخرى؟ لا، التفريق باللعان ليس كالتفريق بالطلاق أو الخلع. المرأة إذا طلقت طلقة واحدة أو طلقتين وانتهت عدتها، يمكن أن تعود إلى الزوج المطلق بعقد جديد ومهر جديد، وكذلك في الخلع، إذا هي طلبت فسخ النكاح ودفعت للرجل المال كله أو بعضه الذي دفعه إليها حصل الفسخ،
حصلت الفرقة، يمكن أن يحصل العود بينهما مرة أخرى بالاتفاق من جديد، أن يعقد عليها عقدا جديدا، لكن في اللعان لا يمكن أن يحصل هذا مرة أخرى. الفرقة التي تحصل باللعان فرقة أبدية نهائية، لا يمكن بحال من الأحوال أن تعود المرأة إلى هذا الرجل مرة أخرى، لأن هذه فضيحة كبيرة جدا. يعني كيف يمكن أن يقبل الرجل بأن تعود إلى عصمته امرأة زنت؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والمرأة إذا كان الزوج كاذبا عليها واتهمها بأنها زنت وهي بريئة، كيف تقبل بأن تعود إلى عصمة رجل كهذا ينكر العصمة ويتهمها بما في عرضها بما لا يليق ولا يقبل؟ كيف يمكن أن تعود إلى مثل هذا الرجل؟ فلذلك الشريعة جعلت الفرقة بين المتلاعنين فرقة أبدية، هذا حكم خاص باللعان، لأن بقية الفرق يمكن أن يحصل العود بعدها، حتى بين المسلم وغير المسلم. إذا أسلمت المرأة والرجل كافر يحصل التفريق بهذا، لكن إذا أسلم يمكن أن يعود إليها. إذا طلقها وكان في الطلاق بقية، كان الطلاق رجعيا، يمكن أن يعود إليها. إذا خالعها يمكن أن يعود إليها بعقد ومهر جديد، لكن في اللعان الفرقة أبدية، لا يمكن بحال من الأحوال أن يعود لبعضهما مرة أخرى، وذلك لعظم وقباحة هذه التهمة التي حصلت بينهما والتي لا يمكن أن تستقيم معها الحياة مرة أخرى. حدثنا مسدد ووهب بن بيان وأحمد بن عمرو بن السرح وعمرو بن عثمان قالوا حدثنا سفيان عن الزهري رحمهم الله عن سهل بن سعد قال مسدد قال شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة، ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلاعنا. وتم حديث مسدد، وقال الآخرون إنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين، فقال الرجل كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. قال أبو داود وبعضهم لم يقل عليها. قال أبو داود لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين. حدثنا سليمان بن داود العتكي أخبرنا فليح عن الزهري رحمهم الله عن سهل بن سعد في هذا الحديث، وكانت حاملة فأنكر حملها، فكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل. نعم، هذا تأكيد لما تقدم، لكن الفرقة كون النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما، هذا ثبت في ما رواه سفيان ابن عيينة رحمه الله، لكن بعض الرواة لم يتابعوه على هذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما، لكن الروايات هذه التي في حديث سفيان روايات ثابتة أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما، وهذا دليل على أن المسألة ليست مسألة طلاق، لأن التفريق هنا بحكم القضاء، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فرق بينهما. وهذه السنة كما يقول سهل في الحديث الذي قبله، هذه السنة في المتلاعنين في أي زمان، هذا هو الحكم الشرعي. بقي أيضا أن يعلم أن هذا الابن الذي لاعن منه أبوه ونفاه هذا ينسب إلى أمه، وبمقتضى هذه النسبة يرثها وترثه، إذا ماتت هي
فإنه يرثها، وإذا كان معه إخوة فإنه يأخذ نصيبه، وهي إذا ماتت وهو إذا مات ترث منه أمه نصيبها، ترث أمه نصيبها من هذا الولد الذي ينسب إليها والذي حصلت عليه الملاعنة. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال إنا لليلة جمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار في المسجد فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه فإن سكت سكت على غيظ والله لا أسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء هذه الآية فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا فشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة عليه إن كان من الكاذبين. قال فذهبت لتلتعن فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مه فأبت ففعلت فلما أدبر قال لعلها أن تجيء به أسود جعدة فجاءت به أسود جعدة. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا ابن أبي عدي أنبأنا هشام بن عثمان بن حسان حدثني عكرمة رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ به ظهري من الحد. فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. قرأ حتى بلغ من الصادقين فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاء فقام هلال بن أمية فشهد والنبي يقول الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب. ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وقالوا لها إنها موجبة. قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع فقالت لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء. فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. قال أبو داود وهذا مما تفرد به أهل المدينة حديث ابن بشار حديث هلال. حدثنا مخلد بن خالد الشعيري أخبرنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول إنها موجبة. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا يزيد بن هارون أنبأنا عباد بن منصور عن عكرمة رحمهم الله
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم، فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهجه حتى أصبح، ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه، فنزلت: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم. الآيتين كلتيهما: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر يا هلال، قد جعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا. قال هلال: قد كنت أرجو ذاك من ربي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلوا إليها. فجاءت فتلا عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال: والله لقد صدقت عليها. فقالت قد كذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاعنوا بينهما. فقيل لهلال: اشهد. فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة قيل له: يا هلال، اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل لها: اشهدي. فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما كانت الخامسة قيل لها: اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة ثم قالت: والله لا أفضح قومي. فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأبن، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. وقال: إن جاءت به أصيهب أريصح أثيبج حمش الساقين فهو لهلال، وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الإليتين فهو للذي رميت به. فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الإليتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرا على مضر، وما يدعى لأب. نعم. هذه الأحاديث أيها الإخوة تدل على تكرر القصة الأولى ذكرت في شأن عويمر العجلاني رضي الله تعالى عنه وزوجه، وهذه في هلال ابن أمية وزوجه، والحكم واحد، وما حصل مع النبي من النبي عليه الصلاة والسلام في شأنهما واحد، هو ما جاء في كتاب الله الكريم. لكن في هذه القصة، في قصة هلال ابن أمية، أن هذا الأمر وقع قبل أن تنزل الآيات التي تبين حكم اللعان،
والنبي عليه الصلاة والسلام عامله بمقتضى القذف. عندما جاء فاتهم امرأته النبي عليه الصلاة والسلام قال له: البينة أو حد في ظهرك، يعني إما أن تأتي ببينة على ما قلته في امرأتك أو أن يقام عليك حد القذف، أن تجلد 80 جلدة. فكرر على النبي عليه الصلاة والسلام براءته، فالنبي عليه الصلاة والسلام كرر عليه هذا الأمر أنه لا بد من أن تأتي بالبينة أو أن يقام عليك الحد. فقال: يا رسول الله، والله إني لصادق، ولينزلن الله في ما يبرئ ظهري من الحد. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام وبشره بأن الله سبحانه وتعالى قد حماه من إقامة الحد عليه. والقصة وإن كانت مختلفة إلا أن الحكم واحد، الحكم الذي نزل في شأن جاء في شأن عويمر وزوجه هو الحكم الذي جاء في شأن هلال بن أمية وزوجه. أما أوصاف المولود فقد اختلف الرواة فيها، مرة نسبوها إلى امرأة عويمر، ومرة نسبوها إلى امرأة هلال. وأيما كان الأمر فإن الحكم واحد، لا ينسب هذا لأبيه الحمل، ولا يعمل بالقرائن التي ظهرت فيما بعد اللعان من شبهه بمن اتهمت أمه به، يكتفى بما حصل في اللعان، ويرث أمه وترثه أمه. وفي هذه الأحاديث التي ذكرت في شأن هلال بن أمية أيضا زيادة في بيان أحكام تتعلق بالمرأة الملاعنة وبابنها الذي ينسب إليها، وهي أنه لو قذف هذا الابن فإنه يقام الحد على قاذفه. لو قيل له: يا ابن الزنا والعياذ بالله، يقام الحد على قاذفه. والمرأة لو قذفت، لو قيل لها والعياذ بالله يا زانية، فإن الذي قذفها بالزنا يقام عليه الحد. يعني كأن المسألة في نظر الشرع أن هذه التهمة غير ثابتة، هذه التهمة غير ثابتة في الظاهر أمام الناس في أحكام الدنيا، لكن عند الله سبحانه وتعالى هذه المسألة لا بد أن تأخذ حكمها أمام الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يتلاعن وأثناء اللعان قبل الشهادة الخامسة التي هي أعظم ما في هذه الشهادات، فيها التخويف العظيم بعذاب الله سبحانه وتعالى، كان يذكرهما بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الله يعلم إن أحدكما لكاذب، فهل منكما من تائب؟ عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، الزنا والعياذ بالله لهم عذاب شديد في جهنم، نسأل الله السلامة. وهذا مطلوب من الإمام أو من نائب الإمام الذي يقيم الحدود، لا بد أن يعرض عليهما التوبة، لا بد أن يذكرهما بالله سبحانه وتعالى، لعل أحدهما أن يتوب إلى الله، أن يبين الكاذب منهما أن يتوب إلى الله وأن يبين الحقيقة، حتى وإن تحمل شيئا من عقوبة الدنيا فإن هذا أهون من عقوبة الآخرة. إذا وصلت المسألة إلى وصل اللعان إلى اليمين الخامسة، والتي يقر الرجل فيها بتحمله للعنة الله، والمرأة تقر فيها بتحملها وقبولها بغضب الله إن كانت كاذبة، هنا يأتي التذكير مرة أخرى: اتقوا الله فإنها موجبة، يقال للرجل ويقال للمرأة كذلك، يعني هذه اليمين موجبة لغضب الله ولما تضمنته من العقوبة. وأيضا هنالك تذكير مادي بأن توضع اليد على
فم الحالف منهما قبل أن يحلف اليمين الخامسة، يعني كأنه يقال له لا تحلف إن كنت كاذبا، زيادة تذكير له، زيادة تأثير عليه حتى لا يقدم على هذه اليمين وهو كاذب. فإذا استمر الحال وحلف الرجل وحلفت المرأة حصلت الفرقة، ولا يستطيع أحد بعد ذلك أن يتهمهما ولا أن يتهم المولود، سيظل المولود هذا عفيفا شريفا مكرما لا يستطيع أحد أن ينال منه. في هذه الأحاديث في الحديث الأخير يقول الراوي رأيته ابن هذه المرأة سيدا أميرا على مضر، على قبيلة مضر، رأيته أميرا، هذا الولد الذي حصل بين المتلاعنين، لأن الإسلام كرم النفس البشرية، والإسلام لا يلحق تهمة بأحد بدون دليل، والدليل في هذه المسألة غائب لا يمكن تحصيله، فليس أمامنا إلا الظاهر. فلذلك الإسلام نهى عن اتهام هذا الولد وأمر بأن يلحق بأمه، وفي هذا تضيع للتهمة أمام الناس. عندما يلحق بأمه قد يقول بعض الناس لعل أباه قد كذب على أمه، يعني احتمال أن يكون الأب قد كذب على الأم، واحتمال أن تكون الأم هي الكاذبة، لكن ليس هنالك شيء يقيني، فيظل هذا الابن بين الناس على حظه من الكرامة وحظه من التوقير وحظه من حكم الله سبحانه وتعالى الذي اختصه به، أنه ليس له جرم وليس له ذنب، فيبقى على هذا التكريم وينال نصيبه مع الناس. وحسبك أن هذا الرجل كما يذكر الراوي أصبح أميرا على قبيرة من أشهر القبائل العربية، هذا الولد، هذا الولد، لأنه لم يوجد لدينا دليل يدل على أنه، يعني دليل نتمسك به يدل على أنه ابن زنا. قد يقول قائل طيب والشبه الذي ذكره النبي عليه السلام؟ الشبه هذا قد يحصل بين كثيرين من الخلق، والولد النبي عليه الصلاة والسلام حتى عند من اعترفوا بالزنا، الرجل الذي اعترف بأنه زنى بالمرأة وأن المرأة هذه ولدت على فراش زوجها وهو يقول بأنه زنى بها، فقال النبي عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر، حتى يقطع النزاع، ما دام أنه ولد على فراش أبيه فهو منسوب إليه، لا كلام لا كلام. هذا الأمر في أحكام الدنيا له أهمية عظيمة، لأنه إذا تركنا الباب مفتوحا للإشاعات والأقاويل ستصبح الحياة فوضى، وربما يعتدي بعض الناس على بعض بسبب هذه المقولة انتصارا لنفسه أو لشرفه كما يقولون أو لمكانته أو لسمعته إلى آخر ما يقال، لكن الشريعة حسمت هذا الأمر. فمن هنا لا بد أن نتيقن من أن حكم اللعان ليس حكما اجتهاديا، وإنما هو حكم شرعه الله سبحانه وتعالى، وبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذه التفصيلات في كونه ينسب لأمه وكونه يرث ويورث وكونه لا يقذف، من اعتدى عليه أو على أمه بالقذف أنه يقذف، وكون اللعان هذا يوجب الفرقة الأبدية بين المتلاعنين. نتوقف هنا لأن معنا عدد من الأسئلة إن شاء الله. يقول مسح المحرم يده ببعض المناديل التي فيها بعض العطور ناسيا أو جاهلا، لا شيء عليه، عليه أن يغسل يده ولا شيء عليه. يقول حكم الطلاق المعلق على فعل شيء أو عدمه، إذا حصل الأمر المعلق عليه حصل الطلاق، لأنه إذا حصل الشرط حصل المشروط. يقول ما هو الحل إذا كان الزوج كثير الحلف بهذه الطريقة؟ إذا كان يقصد هذه معنى هذه اللفظة، إذا كان يحلف بالطلاق وهو يقصد بالطلاق المعنى الذي تدل عليه هذه اللفظة وهو الفراق، فالطلاق واقع. لكن إذا كان هذا الكلام يحصل منه كثيراً
يقصد به التأكيد، يقصد به التهديد، فهذا في حكم اليمين وعليه فيه الكفارة، كفارة اليمين. لكن هذا أمر دياني بينه وبين الله سبحانه وتعالى. بعض الناس ربما يحلف بالطلاق وهو يقصد الطلاق، ثم يقول لا أنا قصدت التهديد أو التأكيد، هذا بينه وبين الله، لأن المرأة إذا انتهت عصمتها من زوجها فهو أجنبي عنها، فلا يحل له أن تعود إلى عصمته بكلمته هو بدون حكم الشرع. الأمر الذي يمكن أن يقال في هذا أيها الإخوة هو أن قضية الطلاق شرعت لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. طلاق آخر الحلول لإصلاح الحياة الزوجية، فإذا تعذر إصلاح الحياة الزوجية ولم نصل إلى شيء بواسطة هذه الحلول فليس أمامنا إلا الطلاق. لكن أن يكون الطلاق مضغة في الأفواه وألعوبة في أيدي الرجال، كلما قام وكلما قعد وكلما قابل إنسانا وكلما أراد أن يكرم شخصا أو أن يدفع عن نفسه شيئا، الطلاق الطلاق الطلاق، هذا هي العوبة. هذا يأثم الإنسان بهذا الموضوع، لأنه يتخذ آيات الله هزوا هذا الذي يفعل هذا. فينبغي أن يرعوي الرجال، الرجل الذي لا يجد في نفسه من الكفاءة والقدرة على إدارة شؤون بيته وشؤون والتعامل مع زوجه إلا بقضية الطلاق، هذا خير له أن يفارقه وألا تبقى معه، هذا ليس أهلا لأن تبقى المرأة في عصمته. فيجب أن يرعوي الأزواج. بعض الجهلة والعياذ بالله إذا لم تطلق عليه في دعوتك أن تدعوه إلى بيتك وتحلف عليه بالطلاق يعتبر أنك لم تقم بواجب الإكرام، وماذا عليك إذا كانت القضية لا تحصل إلا بالطلاق؟ لا تطلق ولا تقل له ذلك، أدعه إن قبل وإن لم يقبل فلعله لا يقبل أبدا يعني، وماذا يحصل يعني إذا لم يقبل بهذه الدعوة؟ وليذهب إلى الناس وليقول إن فلانا دعاني ولم يحلف علي، لم يطلق، لا شيء عليك في هذا. فالقضية يا إخوة يجب أن نضع أحكام الشرع في مواطنها. الطلاق شرع لحكمة، متى ما تعين أمر الطلاق فإنه حينئذ يكون في مكانه، وأما فيما عداه فلا يجوز أن يتخذ هذا مضغة في الأفواه والعوبة يتزين بها الناس. يقول: الصلاة في مساجد المباني هذه المحيطة بالحرم هل تجوز في المصليات الموجودة ويتابعون إمام الحرم؟ نعم تجوز إن شاء الله.